بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الفضل كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله على يده وسره اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه يا ربنا في الآخرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب دعاء السائلين اللهم أكب لنا أولادنا واحفظ لنا أولادنا واجعلهم صالحين مصلحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا مجيب الدعاء يا سامع النداء يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مقيل العثرات ويا رافع السيئات ويا ولي الحسنات نسألك توبة قبل الممات اللهم اجعلنا في خير وعلى الخير ووفقنا وأهلنا وأولادنا لكل خير اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم والقرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bapak-bapak, ibu hadirin, tamu undangan, majelis sekalian, orang yang kami hormati, di akhir acara semoga kita pulang selamat, panjang umur, insyaallah jumpa lagi dalam kebaikan. Sekali lagi kami informasikan kepada bapak ibu hadirin tamu undangan bahwasanya Al-Mukarram kita Syekh Ahmad Al-Misri akan kembali berceramah di Masjid Al-Asri di waktu ba'da isya. Kembali ke hadroh. Apa? Pergi. Ya, anak-anak. Ya, anak-anak.